يتفضل مهندس ليس عبد الله من شركة المبلغ العلمي. يا أهلا وسهلا بحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر شركة المبدع العلمي أن تشارككم يومكم هذا، تمنين لكم الدوام والتوفيق. صراحة يوم أقدم برزنتيشن بعيدا عن الدعاية والتجارية للمنتجات، أقدم بحث حول كيفية اختيار أفضل جهاز هيماتولوجي. أغلب أصحاب المختبرات في ظل وجود أكثر من ماركة وأكثر من منشأ يحتارون صراحةً في اختيار جهاز الهيماتولوجي. أنا نستند إلى عدة نقاط علمية وهندسية في اختيار الجهاز الأفضل. النقطة الأولى هي مبدأ عمل الجهاز Principle of Operation. النقطة الثانية هي Software System، يعني نظام تشغيلي للجهاز. النقطة الثالثة sampling process. النقطة الرابعة measurement mode والmeasurement parameter والmaintenance الخاصة بالجهاز والreagent cost الخاطئ مع المستهلكات الreagent. نتناولها بشكل مختصر كل نقطة. Principle of Operation بالآونة الأخيرة اختصرت مبادئ عمل الجهاز إلى مبدئين: البوليمتريك امبيدنس ميثود اللي هي أغلب أجهزة الـ 3 Differential تعتمد عليها، والمبدأ الثاني اللي هو الـ Optical Measurement اللي هي بعض أجهزة الـ 5 Differential بالآونة الأخيرة تعتمد عليها. البوليمتريك امبيدنس ميثود باختصار هو تسليط تيار كهربائي ثابت على طرفي الشمبر عن طريق external electrode وinternal electrode. من خلال مرور البلاد سيل حيصير عندنا تغيير في الامبيدنس بالمقاومة، وبالتالي راح يصير عندنا increase بالفولتج. مثل ما هو معلوم الفولتج هو عبارة عن pulsing، عدد البلس راح يأشر لنا عدد السيلز المارة، والانتنسيتي شدة البلس راح تعطينا انديكيتر عن حجم الكرنت. طبعا الجهاز مزود ببروسيسنج يبدي يفصل على اعتبار الحجم، راح يعرف انه من 20 الى 1000 بيتوليتر، هذا وايد بيس ار بي سي ليه كذلك مثل ما واضح امامك. احنا هذا البرنسبل هو قلنا مثل ما قلنا بكل الاجهزه، ولكن من الافضل؟ الافضل عندما يكون هناك تو شامبر بالجهاز، شامبر خاص بالار بي سي وشامبر خاص بالوايت بي سي. بالتالي راح يخفف لنا ضغط على الجهاز، وبالتالي راح يكون عندنا دقه اعلى. الفوتومتري ميجرمنت هذا خاص بالـ HP. طبعا هذا يحاكي يعني السبكتروفوتوميتر، هو عبارة عن لايت سورس بطول موجي 525 وديتكتر. الاوبتيكال ميجرمنت هذا قلنا هذا نيو تكنولوجي، بعض الاجهزه الـ 5 ديفرنشال بدات تعتمد عليه. طبعا الـ 5 ديفرنشال راح يقيس لنا الديفرنشال للوايت بي سي عن طريق الليزر سكاترينج، وطريقه هاي طريقه كلش دقيقه. باختصار ايضا انه ليزر سورس راح يتسلط على فلو سيل، راح يصطدم بالسيلز، راح يصير في سكاترينج في عده اتجاهات، يعتمد على الشيء ويعتمد على الفاريو الكل كورين. بالطرف الثاني حيكون هناك انديكيتر يقيس التغير ايضا بالفولتج. السوفت وير اغلب الاجهزه هي تعتمد على نظام اللينوكس سيستم بعمل، ولكن بالاونه الاخيره بعض الشركات اعتمدت على نظام الويندوز سيستم.
طبعا هاي الاسئله احنا لازم نطرحها صراحه لاصحاب الشركات، انه الجهاز على شنو يعتمد، الاوبريشن سيستم على شنو يعتمد مالته. طبعا احنا ما نقول اللينوكس هو نظام مزين، لا بالعكس هو نظام عالمي ومعدم مصادر عشرات السنين، ولكن اعتماد الويندوز هو الافضل. ليش؟ اول شيء ايزيوز، اثنين اغلب حاسباتنا هي تعتمد على نظام الويندوز، لذلك احنا متعودين على استخدامه. ثلاثه المتطلبات اللي يوفر لنا اياها الجهاز، يعني يوفر لنا جرافيك ويوفر لنا فورمات عاليه اعلى من اللينوكس. ثلاثه الدعم اللي يوفر لنا اياه النظام، انه نقدر نستخدم طابعه خارجيه مختلفه او ملونه او ليزريه، كذلك نقدر نسوي نتورك بين جهاز وجهاز ثاني او نربط سكرين خارجيه، كل هذا يوفر لنا نظام الويندوز. اربعه هي هاي الاهم، انه اي خلل يصير بالجهاز ممكن ينعالج بسرعه، يعني حال اي حاسبه اذا انضربت عند الحاسبه وخمس دقائق هاي الاكبر متى واعيد تنصيب، فمن هاي الناحيه حيكون الجهاز شنو اسهل كصيانه. سامبل بروسيسنج، مثل ما تعرفون اكو عده انواع من الاجهزه، الجهاز يطلع 120 سكند عن سامبل الواحد، اكو 80، اكو 60، اكو 50. طبعا هو كل ما يكون الوقت اقل كل ما يكون افضل. هذا ايضا ديبند اون الشامبرز، اذا يكون 1 شامبر راح يكون وقته اطول، اذا 2 شامبرز راح يكون اقل. كذلك الميكانيكال بارت، هذا هنا أنا شوية ملاحظة كلش مهمة أحب أنوه عنها. الجهاز كل ما يكون أقل تعقيداً وكل ما يكون الجزء الميكانيكي مادة منفصل عن الجزء الكهربائي كل ما يكون أفضل. ليش؟ لأن يعني أغلب أجهزتنا أو أغلب المختبرات تعاني من شغلة إنه الجهاز أنستيف، دائماً يصير في شوتينج من النتائج أو بين نفس السامبل بين قراءة وقراءة أكو اختلاف. هذا الاختلاف صراحةً ناتج عن باعتبار انه مبدا عمل الجهاز الكتريكال، ناتج عن خلينا نقول عليه شلون الكتريكال فري الموجوده بالمكان. فلما يكون الجزء الميكانيكي منفصل معزول بشكل كامل عن الجزء الكهربائي حيعطينا ستيبلتي اكثر للجهاز. الميجرمنت مود، طبعا كل جهاز بعده مودات، الافضل انه يكون السي بي سي مود والبريديوتد مود، هذا نستخدمه للبيدياتريك، كذلك يكون مود خاص بالسي بي سي ومود خاص بالديفرنشال، ممكن الاختيار جمع بيناتهم او الاختيار احدهم. كذلك ممكن بعض حسب الاحتياج ممكن نضيف الريتك مود للقياس. المجرمنت بارامتر، طبعا واضحه انه كل ما تكون البارامترات اللي يعطيها الجهاز اكثر كل ما تكون افضل للمستخدم. فبعض الاجهزه 18 بارامتر، بعض الاخر 20 فوق ال 20، كل ما يكون اكثر كل ما احسن. بالقياس هم هاي معلومه انه اكو مجرمنت دايركت، يعني الجهاز يقيس الوايد بي سي عن طريق الشامبر، الار بي سي عن طريق الشامبر، الليدر عن طريق الشامبر، ال اتش بي عن طريق الفوتوميتر. واكو قياسات عن طريق الهيستوغرام، لذلك الهيستوغرام كلش مهم بالاجهزه، لازم احنا ندقق على الهيستوغرام، كل ما يكون الهيستوغرام واضح، كل ما يكون بين، كل ما يكون احسن، ليش؟ لان اكو عده قياسات مثل لينكوسايد، مونوسايد، نيتروفيل، تعتمد بقراءتها وقياساتها على الهيستوغرام. وبعض وبعض البارامترات هي حسابيه، يعني الجهاز يحسبها عن طريق معادله. مثلا بي سي بي، ام سي اتش، ام سي بي، غيرها عن طريق معادلات. بعض يعني بعض النوتات عن الاخطاء الشائعه انه يقول لك الاتش بي مثلا ما متوافق ويا البي سي. بالمنوال صحيح احنا نعتمد على البي سي بي، ننقص واحد ونقسم على ثلاثه ونطلع الاتش بي. بالجهاز ما له علاقه نهائيا، يعني البي سي بي هو ناتج ضرب الار بي سي بالام سي بي. الاتش بي ينقاس عن طريق الفوتومين. هناك بعض الامور المهمه ايضا يجب ملاحظتها، اللينياريتي للجهاز. بعض الاطباء مثلا بالمختبرات يشكون يقول لك انا يجيني كيس اكثر من 50,000 الواي بي سي ما يقرا الجهاز، اكثر من 70,000 ما يقرا الجهاز.
من لازم من البدايه اشوف اللينيرتي مالته ايش قد، الواي بي سي ايش قد اللينيرتي مالته؟ يعطيني من 100,000 لل 150,000 لل 300,000 على مود استوعب كل الكيسات. كذلك الار بي سي والاتش بي والبلتلت. الباك جراوند رانج ايضا كلش مهم، الباك جراوند هو يعني بالمصطلح نسميه احنا التصفير للجهاز اللي هو بدايه كل تشغيل. لازم نلاحظ انه كل ما يكون هذا الرينج اقل كل ما يكون الجهاز اكثر دقه بالتصفير. اذا كان هذا الرينج واسع فبالتالي راح يكون عندنا نتائج يعني شوتنج به. كذلك الستيبلتي ايضا كلش مهم لازم ندقق عليها، انه بين سامبل وسامبل او مثلا نفس السامبل 10 مرات تعيد ايش قد الفرق بيناتهم؟ لازم يكون الفرق بالدرجه او بال 1 بوينت او 2 بوينت، نشوف ايش قد. لازم ندقق، كل ما تكون هذه القيم اقل كل ما يكون احسن للجهاز. هنا على الهيستوغرام، طبعا بالهيستوغرام بعض الاجهزه بدات تدعم ال 3 دي هيستوغرام، هذا ايضا يفيد الطبيب لان هو يقدر يشتغل فيها على 3 محاور فبالتالي يعطيني انديكيتر اوسع. المينتنس ايضا موجوده في الحلقه، المينتنس انه اغلب اصحاب المختبرات يخافون او يخافون او يشكون من الشركات لان المينتنس مالتهم يعني ما مضبوط. احنا بالبدايه قبل ما نشتري نلاحظ عده ملاحظات او نسال ما بيجي انه الجهاز بي سيلف تيست هل هو يقدر يشيك بيعاز يقدر يشيك نفسه انه في مشكله او ما في مشكله؟ ملاحظه جدا مهمه. انه الجهاز يعطينا لوجنج عن الايرور اللي صار به، وبعض الاجهزه هسه الحديثه نزلت انه يعطينا الايرور ويقدر يعالجها ذاتيا، وهاي الشيء كلش مهم. الكلينينج طبعا اغلب الاجهزه الموديل القديم يعتمد على محلول الكلين سوليوشن اللي هو ماده كحوليه بالاساس. بعض الاجهزه الحديثه بدات تعتمد على الضغط والحراره في تفكيك يعني البلوكينج او البلوكينج الصغار، وهذا طبعا احسن. الدراين سكشن ايضا هنا لازم نسال ولو يعني امور تقنيه بس مهمه، انه يعني من اريد ان افرغ الجهاز من محتوياته او بين سامبل وسامبل، شلون تكون عمليه العزل بين سامبل وسامبل؟ عن طريق الانسيابيه للوزن او عن طريق بومبينج؟ اذا صار عن طريق سكشن بومب سحب هي الافضل طبعا. الام بي تي تشامبر سكشن هم نفس الفكره، انه اكيد انه بين سامبل وسامبل يتم تفريغ التشامبر عن طريق بومب. البرايم هاند فول سكشن بعض الاجهزه تعطينا نتائج غلط، ليش؟ لان ما ماخذ الكفايه من المحاليل المربوطه. فاكد انه اكو الجهاز يعطيني انديكيتر عن كميه البرايم، واذا اكو خلل بالبرايم، البرايم ينسحب من المحلول للجهاز. اذا اكو خلل بكميه السحب راح يعطيني نوت عليها لولا. النويز بلس بروتكشن هاي ايضا مهمه، انه الجهاز مثل ما نوه بنقطه انه الجهاز لازم يكون اجزاء الميكانيكيه مفصوله عن اجزاء الكهربائيه، هاي جدا مهمه. وبعض الاحيان بعض يصير يعني عن طريق السحوب انه الجهاز يندفع عن مكانه او ينظر او يصير اي خلل، فبالتالي الاجزاء راح تكون بمواقع غير مواقعها الاصليه. اكو هسه بالاجهزه الحديثه يسموها اوتو الاينمنت، انه مجرد انه ادوس هذا الجهاز راح يرجع لي كل اجزاء الجهاز الى وضعها الطبيعي. ايضا هذا الشيء كلش مهم. الريجنت هنا عده اسئله يجب ان نسالها اصحاب الشركات عن نمبر اوف تيست للسيت الواحد، هذا جدا مهم. طبعا هم بعض الاخطاء، هو بالحقيقه ماكو جهاز يعطينا نمبر ثابت للسيت واحد، هذا يعتمد على انه انا كم تيست اشتغل باليوم. اذا اشتغل 10 تيست باليوم راح يعطيني عدد معين، اذا اشتغل ازيد راح يعطيني اكثر. بس مرات اصحاب الشركات على مود يتفادون الدخول هذا المعترك يعطون المينيموم. الكوست اوف تيست ايضا يجب سؤال عنه والتدقيق عنه بالمينيموم ايضا. ونمبر اوف ريجنت، نمبر اوف ريجنت ايضا مهم، بعض الاجهزه تعتمد على 3 ريجنت اللي هي دلوينت واللايسول كلينر، بعضها على 4 ريجنت اضافه الى شيت مثلا، وبعضها على 2 ريجنت. كل ما يكون الريجنات اقل كل ما تكون التكلفه اقل
وهذا ايضا يعطينا انديكيتر انه الجهاز يعتمد على تقنيه حديثه بالتنظيم يبتعد عن الاكتئاب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مهندس نايف. نهايه ندوتنا اشكر اللجنه التحضيريه رئاسه الدكتوره رشا وعضويه الدكتور ياسمين الدكتور عين الدكتور شيماء الدكتور عباس ونسيت احد لا ما اوكي. وطبعا اشكر الشركات المساهمه واشكر اخيرا الحضور على غيابكم وان شاء الله ان شاء الله لقاءات غيره.